السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده سندوتشات 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 كل الحلقه. اول وصفه هنعملها بالساندوتش هتكون وصفه ستيك، لذيذه جدا زي اللي بناكلها في المطاعم، يعني الصراحه مشهيه. عشان نعملها اللي هي ساندوتش الستيك والجبنه عايزين 250 جرام ستيك، 1 كوب مشروم، 1 بصل شرايح، 1 فلفل اخضر شرايح، 1 معلقه كبيره زبده، 1 معلقه كبيره زيت، ملح وفلفل، بابريكا، معلقه كبيره زبده تانيه للعيش، وقطعتين من الجبن الشيدر وزيهم من الامنتال، وعايزين كمان معلقه صغيره دقيق ونص كوبايه حليب ومعاهم معلقه صغيره زبده كمان. طيب اول حاجه هنعملها دلوقتي خلينا نسوي الستيك اللي عندنا. ناخد كده شويه مسخنين الطاسه احنا كويس، ودايما لما نسخن الطاسه نحط الزيت الاول وبعدين نحط الزبده، عشان لو الطاسه سخنه قوي وحطينا الزيت الزبده الاول الزيت مش الزبده هتتحرق فورا، فنحط الاول الزيت وفوقيه الزبده كده. تمام، هجيب بقى الستيك اللي عندنا، او ناخد الاول البصل طبعا. الستيك انا قطعته شرايح، نوع العيش بقى انتوا اختاروا النوع اللي تحبوه، نار عالية. خلينا نجيب طبق علشان نحط فيه الحاجات دي، لاننا هنسوي اللحمة لوحدها والحاجات دي مع بعضها. عايزة بس كده يعني زي يعني يتلدع كده لدعة، يعني يبان فيه الحتة البني بس كده. ممكن طبعا تعملوه كراميلايزد، بس طبعا لو عملناه بقى كده ده عايز تقريبا يعني مش اقل من نص ساعة على النار، ونص ساعة على النار دي الطريقة السريعة كمان. نجيب الفلفل الشرايح والمشروم، شايفين بس كده عايزة حتة انا بني تبان عليه كده، شايفين زي الحتت دي كده. نحط بقى الفلفل الاخضر معاه، ونقلبهم. عايزه برضو الفلفل انا يدبل شويه، بس يبتدي يدبل الفلفل عندنا شوية بنحط المشروم. كل ما نعوز زبدة الصراحة بنحط، هو الساندوتش ده بياخد زبدة كتير مش قليل يعني.
هنحط بقى شوية ملح، شوية فلفل، طيب عندنا بقى هنا الستيك زي ما انتم شايفين كده قطعناه لشرايح، وهنعمل كمان الجبنه، هوريكم هنعمل الجبنه ازاي. هناخد دلوقتي اللي عملناه ده وهنحطه كده هنا في طبق، بحاول قد ما اقدر اسيب من الزبده والزيت اللي موجودين في القاع، يعني ما اخدهمش كلهم علشان ما نضيفش تاني كتير. تمام اهو شايفين ده اللي فضل معانا اهو. مش محتاجين يمكن نحط، ممكن نحط بس حته صغيره جدا لان احنا اوريدي عندنا في الطاسه. هناخد بقى دلوقتي الستيك اللي عندنا ونولع على دي، هنحط الستيك هنا، هنعمل الصوص بتاعتنا، والصوص بتاعتنا عباره عن معلقه صغيره زبده، هنحط معاها معلقة صغيرة من الدقيق، بس كده الدقيق يبتدي يتغير لونه على طول. بنجيب الحليب اللي عندنا وبنبتدي نقلب، بس انا بحب دايما اما اجي اقلب الحليب اللي بتاع البشاميل ان انا اشيله من على النار، فهشيله من على النار وابتدي احط الحليب شوية شوية، تقريبا نص كوباية بس. رجعه تاني على النار، رجعه تاني على النار بقى، ونحط له الجبن اللي عندنا. عندنا هنا ايمنتال وعندنا تشيدر، وطيت النار وهسيب بقى الجبنه تسيح. حسيت ان انا عايزه شويه حليب بحط شويه كمان، انا حاسه كده ان احنا عايزين هنا شويه، خلينا نحط شويه كمان وهنستنى بقى عليها لغاية ما الجبنة اللي عندنا تسيح. طبعا لو قطعتوها هيبقى احسن، انا ما قطعتهاش حطيتها على طول، هتاخد وقت اطول بس شوية. شوية ملح، شوية فلفل، ده ساندويتش ستيك فخم يعني هتحبوه جدا. اهي الجبنة ابتدت تسيح، بعملها بحيث ان هي تبقى يعني طرية شوية بس في نفس الوقت عايزاها تمط. اللحمة كده عندنا تمام خلاص، هاخد اللحمة كمان واحطها هنا. شوفوا شوفوا الجبنة، بصوا صوص خطير ده، حلو قوي.
هناخد بقى الجبنه اللحمه بتاعتنا وهنشيلها هي كمان نحطها هنا. ليه بقى؟ هقول لكم حالا. شايفين الزبده اللي فضلت دي؟ هحط عليها حته كمان. هجيب العيش هجيب السكينة وفي نفس الوقت بنقلب. خلاص الجبنة ساحت تقريبا. هنجيب العيش اللي عندنا وهنفتحه كده. هاخد العيش بتاعنا اهو كده، نحط دي على النار. شوفوا، هاخد العيش بقى كده فتحاه انا كده، وهاخده احطه هنا يشرب بقى طعم الزبدة اللي معمول فيها اللحمة. ويتحمص كده شوية. خلينا بقى دلوقتي، احنا كده حاجتنا كلها جاهزة. خلينا نطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نطبق الساندوتش بتاعنا ونبتدي في اللي وراه على طول. اشوفكم بعد الفاصل على طول. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا دلوقتي طلعنا العيش بتاعنا وحطينا اللحمه بتاعتنا في الساندوتش بهذا الشكل، ودلوقتي بقى تعالوا نحط الجبنه بتاعتنا. انا بقول نحط الجبنه دايركت على الخشبه. نجيب البورد اللي هنقدم عليه ونحط العيش بتاعنا. طبعا انتوا بتقفلوه لو عايزين عادي جدا. يلا نشوف بقى الجبنه هنحطها اهي. وبألف هنا وشفا، ألذ ساندويتش ستيك ممكن تاكلوه. ادي اول ساندوتش عملناه مع بعض. هنعمل بقى دلوقتي مع بعض الساندوتش الثاني، وهو ساندوتش انا بحبه جدا جدا، وهو ساندوتش السلمون. ساندوتش السلمون عشان نعمله عايزين نجيب، بس اول حاجه خليني اقول لكم الاول بيتعمل ازاي. عايزين خبز توست او بانيني او اللي انتوا عايزينه. عايزين واحد افوكادو، واحد معلقه كبيره ليمون، عايزين ملح وفلفل، واحد معلقه صغيره زيت زيتون، واحد معلقه صغيره كيبر، واحد ليمونه كامله، واحد بيض مسلوق. طيب هناخد دلوقتي الافوكادو اللي عندنا وهنقطعها عشان ناخد نصها كده. هاخد النص ده بقى كده وهبتدي اهرسه شوية. ههرس وكمان في معلقة من الجبنة الكريمي، فهناخد دلوقتي معلقة الجبنة الكريمي، او ممكن نخليها على فكرة ونعمله وندهنها احسن في الساندوتش. طيب هاخد الافوكادو اللي عندنا وهحط عليه بس شوية ملح وشوية ليمون وهرسه. شوية ملح
شويه ليمون وهنهرس الافوكادو بتاعنا. خليني احطه في حاجه اكبر. هنحطه في حاجه اكبر عشان نتملك اكتر. هقطعه اصغر بس لان هو جامد شويه، فهقطعه اصغر علشان يبقى اسهل في الهرس لانه شويه جامد. نقطعه بقى نهرسه. بس مع شوية ليمون وشوية ملح وهنحط له شوية فلفل وخلاص كده. كده احنا هرسنا الافوكادو عندنا، ومش مشكلة لو في حتت كده، بالعكس بيبقى ألذ وألذ. حلو كده قوي. حطينا له الملح، هنحط له رشة فلفل بسيطة. خلاص ده كده جاهز. هنعمل ايه بقى؟ خليني اجيب شوية ليمون بس كده نحطهم على الافوكادو علشان ما يسودش، ونجيب اللي هنقدم عليه نحطه كده هنا. نشوف هنعمل ايه. هناخد دلوقتي العيش، واحنا جايبين العيش ده او ممكن تحطوه في التوست البني زي ما تحبوا، عايزين تحطوه هنا ولا هنا زي ما تحبوا. ناخد التوست البني. يلا اول حاجة هنعملها هناخد الجبنة الكريمي، وهحط شوية من الجبنة الكريمي على العيش. وبرضو بتقدروا تحمصوا العيش لو عايزين. هناخد الافوكادو بتاعنا، ونحطه هو كمان، واسخوا بقى في الافوكادو لان هو يعني بيجيب الطعم الصراحة. هنجيب بقى دلوقتي السلمون اللي عندنا، نحط على الوش شوية كيبر. وهنقدمه مع البيض المسلوق. ممكن تحطوا البيض المسلوق على الوش، وممكن تقطعوه وتحطوه كده كده. والليمون برضو، الليمون بقى بتقدروا
تحطه مع الافوكادو حته مع يعني ليمون صغننه كده، بيطلع طعمها حلو جدا. وبتقدروا تقدموه كده عادي وهم يستعملوه يعني بالطريقه اللي تعجبهم زي ما تحبوا. الساندوتش ده انا بحبه جدا جدا جدا، مش بس بحبه. وخلاص وكده نبقى عملنا الساندوتش بتاعنا. خلاص خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه الوصفات بتاعتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وده شكل ساندويتش السالمون بتاعنا بعد ما خلص، شكله لذيذ جدا وطعمه تحفة، أنا دايماً بحب أعمله قلت لكم. طيب هنعمل دلوقتي وصفتنا التالتة للنهاردة، واللي هي ساندويتش الحلوم مع بيستو الكاشو. ليه بيستو الكاشو؟ لأن الكاشو أرخص شوية من الصنوبر، فهنعمله بالكاشو علشان هو بيبقى فيه يعني هو أكتر حاجة بتليق على البيستو بعد الصنوبر، تمام؟ فعشان نعمله عايزين خبز، ممكن تستعملوا اي نوع انتوا عايزينه، ممكن بانيني اللي انتوا عايزينه. عايزين 200 جرام جبنة حلوم، 1 كوب ريحان طازة، ربع كوب كاشو، 2 فص ثوم، ربع كوب زيت زيتون تقريبا، ربع كوب جبنة بارميجان، ملح وفلفل وواحد فلفل احمر مشوي وطماطم مجففة. طيب هناخد طماطم مجففة بتاعتنا اهي في زيت الزيتون. هناخد دلوقتي المكنة اللي عندنا دي، لازم نستعملها علشان نعمل الصوص بتاع البيستو. فهناخد الاتي، دي اللي هنقدم فيها، خليها هنا. قبل ما نعمل صحيح اللي احنا اتفقنا عليه ده، في حاجة تانية لازم نعملها. عايزين نجيب سكينة. اوكي، هناخد شوية زيت زيتون هنحطها على الطاسة كده هنا. هنحطها على النار. هنجيب الجبنة. هناخد بقى الجبنة الحلوم اللي عندنا وهنحطها في زيت الزيتون على النار. تمام. هناخد دلوقتي الكاشو. عندنا الكاشو محمص، دايما خلوا الكاشو محمص ما تحطهوش ناي. هنحط الكاشو كده هنا. خلينا نخلي كده كام واحدة تتحط على الوش، يعني مش على الوش، تتحط في البرزنتيشن كده. هناخد الريحان. برضو هنخلي كام واحدة تتحط جوه الساندويتش. هناخد زيت زيتون شوية. هناخد شوية ملح، شوية فلفل، جبنة بارميجان، والثوم.
عايزين نحط شوية زيت زيتون كمان. ممكن قوي ناخد زيت زيتون من السان درايد توميتو، بيبقى طعمه حلو جدا لانه بيبقى واخد من نكهة السان درايد توميتو، فبيبقى طعمه حلو قوي. فناخد شوية كده منه وناخد بالنا من النار. خلاص تمام، ناخد نشوف بقى النار اخبارها ايه. يا سلام، لا دي لسه ودي لسه ودي ممكن نقلبها. ممكن نعملها كده بزيت الزيتون، وممكن في حد الناس تانيين بيعملوها على بس على الشواية، بس هي طبعا بزيت الزيتون اكيد يعني بيبقى طعمها يعني بالنسبة لي بحبها اكتر. بس انتوا ممكن كده بشوية زيت زيتون صغيرين في الطاسة او في الشواية تشوها زي ما تحبوا. طيب على ما ده يتحمر خلينا ناخد تتشوي شوية يعني تتحمر شوية، خلينا هنا نيجي هنا ناخد العيش البانيني اللي عندنا. خلاص احنا كده تمام كفاية قوي. خلاص كفاية، هناخد بقى السكينة اللي عندنا بتاعة العيش ونفتح الساندوتش بتاعنا. هناخد اول حاجة هناخد من البيستو اللي عندنا ونحطه، طعمه يعني ريحته بتشهي. طبعا البيستو ده بتقدروا تستعملوه مش بس في ساندويتش، تقدروا تستعملوه في مكرونة، تقدروا تستعملوه مع فراخ مع ستيك مع حاجات كتير، ولذيذ لانه يعني بالكاشو بيطلع طعمه كمان لذيذ يعني حلو. نحط بقى هنا ونكمل. تمام كده، هنجيب بقى الحلوم اللي عندنا، يمكن نضطر نقطعها بالطول شوية يعني، بتهيألي عريضة ولا كويسة؟ خلينا نشوف. لا كويسة ممتازة زي ما قلتلكوا، ممكن تشوها يعني، ممكن شاوي وممكن زي ما احنا عاملينها كده بزيت الزيتون، اللي يعجبكم الاتنين شغالين. هناخد بقى دلوقتي الفلفل المشوي اللي عندنا وبرضو نحطه كده هنا، يعني لو تقطعوه افضل، بس انا مش هقطعه علشان يبان من الساندويتش، بس هو لو لما تقطعوه اسهل في الاكل.
سان درايد توماتو، وده كده ورق ريحان، هنحط شوية ورق ريحان. حاولوا كده تبينوا دايما طرف الاكل، يعني طرف الحاجة اللي انتوا عاملينها من ال، يعني تبقى باينة، يعني زي ما انا بعمل كده. نقفل عليه. ادي الساندويتش بتاعنا، مشهي برضو جدا جدا جدا. تمام، هكمل انا بقى بقيه الساندويتشز دول اللي عندي، ونطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا خلصنا الساندوتشز بتوعنا، عايزه اوريكم احنا عملنا ايه النهارده. عملنا حاجات لذيذه قوي، وهي شويه ستايل الساندوتشات اللي بتتقدم في المطاعم. اول حاجه عملنا الستيك بالجبنه، مهمه قوي حته انكم تاخدوا العيش وتحطوه في الزبده مطرح اللحمه اللي احنا حمرناها. عملناه بالمشروم وبالفلفل الاخضر وبالبصل، وحطينا له شويه ملح وفلفل ورشه بابريكا، وعملنا صوص جبنه بره لذيذه بدل ما نحط الجبنه كده، عباره عن شويه دقيق صغيرين وشويه زبده وشويه لبن صغيرين حليب، وحطينا الجبنه اللي احنا عايزينها تسيح معاهم على النار، وانا استعملت الامنتال والتشادر. عملنا كمان ساندويتش السالمون، السالمون انا كتير بحبه، مش شويه، بيتعمل بالافوكادو، ممكن تحطوا له كريم تشيز ممكن لا، وبيبقى حلو قوي مع البيض المسلوق. وعملناه النهارده برضو بالتوست البني. عملنا ساندويتش الحلوم المشوي، يا بتحطوه مع شويه زيت زيتون على النار في طاسه، يا بتشووه وتبقى باينه كده علامات الشوي، الجبنه طبعا بتكلم عليها، انتوا حرين، يا دي. احنا النهارده عملناه بزيت الزيتون، وحطيت له بيستو، والبيستو عملناه بالكاشو مش بالصنوبر، والريحان والثوم والجبنه البارميجان والزيتون، زيت الزيتون، وحطينا معاهم فلفل مشوي وريحان مع الجبنه الحلوم في الساندويتش، وبيطلع طعمه برده لذيذ جدا. وعملناه النهارده في العيش البانيني. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا كمان شويه على الفيسبوك، وطبعا اللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده الساعه 9 بالليل والساعه 9 الصبح. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.